ماشي عندي عصا موسى ولا خاتم سليمان. اجي الاستاذ اش بدينا نجبدوا كاع الانبياء في هذه الخطبه هذه الحاج. الا بغيت نجح تبع داكشي اللي كاتبه لك الاستاذه. واخا سيدي ما عندي ما فين خليناها. خليناها في عصا موسى. لا 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 السي العربين لا خليناها في خاتم سليمان. لا سمحي لي عصا موسى بس الله يهديك السي العربي ياك ما حتى انت مصحاب العنف ضد المراه. ايوا هي حتى انت عينك في الخاتم. ايوا ايوا والله والله فرقوا عينا. اللي نجمعوا واش حنا دابا في الخطبه ولا في الخطوبه؟